لا تزال الحرب الاقتصادية مستعرة بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء، خصوصا بعد إقدام مركزي صنعاء على إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال متجاهلا تحذيرات مركزي عدن. في رده على خطوة مركزي صنعاء، أصدر مركزي عدن قرارا يمهل البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، متوعدا بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ماذا يقول البنك المركزي في عدن في قراره الصادر؟ يقول قرار البنك المركزي بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، قرر على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار. ومادة 2، أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية. صدر في البنك المركزي المركز الرئيسي عدن بتاريخ 23 من شهر رمضان. إذن حرب تزيد من حالة الانقسام النقدي التي يعانيها اقتصاد البلاد بسبب ازدواجية القرارات بين عدن وصنعاء، ما يعرض العملة الوطنية لمزيد من الانهيار. كيف علق الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي على قرار البنك المركزي في عدن بنقل مراكز البنوك والمصارف إلى عدن؟ نبدأ من هذه التغريدة لوفيق صالح. يقول مصداقية البنك المركزي اليمني في عدن على المحك بعد قراره بضرورة نقل المقرات الرئيسية من صنعاء. متابعة استكمال إجراءات نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن وتنفيذ هذا القرار فعليا على الواقع سيعيد له الاعتبار وسيمكنه من فرض سياسته النقدية دون عوائق. هناك أيضا تفاعل من عامر الدميني. يقول عامر الدميني قرار البنك المركزي في عدن إلزام البنوك بنقل مقراتها إلى عدن قرار يفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن والتمزق الجغرافي ويضاعف الاحتقان ويسد أفق السلام المتعثر. نقل المؤسسات الوطنية السابقة لم يقدم ولم يؤخر، والقرار بحد ذاته لم يراعي الوضع في عدن التي لا تستطيع الحكومة فيها حماية نفسها ولا تملك جيشها ولا أمنها، وواقع حرفيا تحت رحمة التشكيلات العسكرية التي لا تتبعها وفي بيئة ملغمة بأجندة انفصالية. هكذا يقول عامر الدميني. أيضا هناك تفاعل من علي الخليدي. ماذا يقول علي الخليدي؟ يقول أنه قرار البنك المركزي اليمني بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، بنك عدن المركزي لديه نظام سويفت الدولي، هذه النظام وسيط بين الحوالات الدولية والبنوك، يقدر بنك عدن يوقف على البنوك اللي خالفت القرار، بتنقل المركز الرئيسي بنك عدن بيوقف السويفت عليهم بيرجعوا صاغرين إلى عدن. هكذا يقول علي الخليدي.